جيت مع ولدي وقف احتجاجيه كنسانده وقف معه لانني شفت مظلوم في الامتحان ديال المهنيه ديال المحاماه، مظلوم 100%. واللي عنده ماستر في ليسكاو مع الاعتراف عنده اجازه في القانون، دابا راه كيوجد البحث ديالو في الدكتوراه المنازعات الجمركيه قانون ديال المنازعات الجمركيه، وجد الانتحار 40 كيوجد ليه. ملي دخل كانه دخل شي غابه، عمره ما قرا لا قانون لا والو، داك الشيء غريب. داك الشيء امتحان تعزيزي، امتحان ديال مواليه، ما غادي ينجحوا فيه غير اللي عارفين داخل، غادي عارفين اش كاين الداخل اش كاين في هذاك الشيء، يجاوبوا داك الشيء اللي في راسهم، لان الامتحان كان فيه تسريبات. كنهضرك عام مثلا ماشي ولدي، احنا كوليدات الحمد لله، احنا المغاربه كل وليداتنا، المغرب كل وليداتنا، احنا بغينا المغرب كله يكون في ازدهار. واش الملك ملي كيخطب اش تيقول؟ كيقول الشعبي العزيز، هذه هذه راه مهمه هذه. حنا كنسمعوا ديك الشعبيه كنفرحوا وكنكريها، واخا يكون اللي كان ملي كنا كنرتاحوا كنعرفوا باننا باقيين غاديين في الامان والاطمئنان. اللي كتعجبو كندا يمشي ليها ويدير مشاريع في كندا ويسكن في كندا والله يربحوا كندا. اللي بغى فرنسا يمشي فرنسا، حنا راه ما نخرجش من المغرب حتى نموتوا في المغرب. المغرب عاجبنا، عاجبنا ملكنا، عاجبنا السلطه ديالتنا، عاجب كل شيء عاجبنا الحمد لله. الناس سهرانين علينا، هما الامن سهران علينا، حاضينا مراقبنا، عايشين بخير وعلى خير. تيجي واحد اخر، حنا 40 مليون عايشين مزيان، يجي واحد من هاد 40 كلهم 40 مليون ويخسر، يخسر الجو. علاش غيكون في ملك الله؟ شكون هو؟ خاص الامتحان يتلغى. هذه التحرميات هذه، كنت الزاويه ما كاين مشكل، تحرميات جايب امتحان من كندا والطريقه كنديه، ودير غير كرو ونجح، اكرو ونجح، كرو باين في غديرها، بينو في غيديرها. والتسريبات ديال الامتحانات والغش، وكاين زي اللي خدام في وزاره العدل كادر وفي 45 عام حتى هو نجح، كاين اللي نجح باه، كاين اللي نجح اختو، كاين اللي نجح امك. وهاد الناس مفسدين بغاو يجمع كاين راه عندهم مطورين جايين وجايبين جايبين. هذا اللي بغى يدير التحرميات ناضي كنضي، جا بغى يدير التحرميات ساعة حصل، حصل بحال شي فار شداتو النشبه وقوا عينيه خارجين. النية 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 شدات، النية اللي جابوا ولدو الاجازة من كندا، شوف النية شداتهم، جاي يدخل الكرة ضرب البوطو رجعت ليه الكرة، خذ الكرة ما عرفتش. ماشي بوحدو، حنا مفسدين ماشي غير في وزارة العدل، أي مفسد، أي ولد الحرام كيبغي يغش الشر لهاد البلاد، أي واحد خارج على الطريق، أي واحد خارج على سيدنا ما عندنا ما نديرو به، خصو يتحاسب، يتعاقب، يحقوا معاه، يعطيو الجزاء ديالو الصارم ويضربوه بيد من حديد، باش عمر شي واحد ميت ما يقول لهاد البلاد ندير فيها اللي بغيت. ما خصش حتى واحد في الشعب اللي كيحملو، إلا بقى غادي نوض الغوت والصداع، غادي عاد تلوض بحال هو حقر المغاربة، ولا ما تحيدش الوزير غيبقى ديهم محقورين إلى الأبد. إذا باش شوية رد لهم اعتبار، رد لهم القيمة ديالتهم، رد لهم داك الشيء ويعرفوا بأن كاين سيدنا كيحميهم، يمشي في حالاتهم. هو الناس مفسدين اللي فسدوا، يحقوا معاهم، يعاقبوهم، يعاقبوهم، باش ماشي اللي بغى يدير شي حاجه يديرها يقول لي سير بحق الله، نعم كيتعاقبوا باش واحد ما يدير داك الشيء. الغاء الامتحان ومعاقبه المفسدين، عايش بالرزق اللي عطاه الله. ولكن دابا الحكره، الحكره اللي خايبه، باش يجي واحد يحقر الشعب على قدو 40 مليون حقرها بدقه واحده باش ينشط ولدو، مش ما كديرش هاد القضيه. تف تف واخا انا والله نحشم نقول بانني عندي الفلوس ولا كنت هنا ولا جيت هنا، حشومه حرام نجي نطلع. الغني والله، وحنا هما الفقراء لله تبارك وتعالى، الغني والله تبارك وتعالى، وراه الانسان ما عرفش غيوقع منه غدا. حنا كن دابا كندويو والعار باش نوقع بعشيه ولا غداش هذا يوقع. ديما الانسان يطلب السلامه ويكون متواضع ويمشي مع الطبقه مع المساكين، الله يحشرنا مع المساكين، عاش من عرف قدره، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.